مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا في صباح الشارقة ووصلنا معاكم إلى فقرة الأمومة والطفولة. الحب والاهتمام غذاء عاطفي يبحث عنه الطفل بشكل مستمر، لكنه لأسباب معينة قد يدفعه أحيانا إلى حد التعلق بوالديه أو بالغرباء عنه، ما يتركه في حالة ضعف واتكال تحتاج إلى الإدراك والعلاج. للحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذة همسة يونس، كاتبة ومدربة تربوية. صباح الخير أستاذة همسة. صباح الورد، الله يسلمك. حياك الله، ويعني حالكم؟ الحمد لله بخير. يعني في مقدمة الفقرة تكلمنا عن التعلق عند الطفل سواء بوالديه أو بالغرباء، يعني هذا التعلق بشكل عام، يعني ما هو التعلق بالنسبة، يعني شو أسباب التعلق بالنسبة لهذا الطفل في البداية قبل أن ندخل في تفاصيل بشكل عام؟ نعم. التعلق بيكون يعني دافعه الأساسي البحث عن الحب. نعم. والبحث عن الاهتمام. نعم. فطالما هو في إطاره الطبيعي بيكون. نعم. تعلق طبيعي وصحي ما فيه مشاكل. نعم. أول ما يخرج عن إطار الطبيعي ويسبب مشكلات للطفل. نعم. هون نقدر نقول إنه صار تعلق مرضي. أيوة، متى يكون التعلق هذا مرضي؟ متى يكون مش طبيعي؟ خاصة إذا تعلق الطفل مش في أمه مثلا، في الغريب أو في حد ثاني. الحالتين، سواء تعلق بأحد الوالدين. نعم. أو بأحد غريب، هو يعني يوصل لمرحلة مرضية. إذا إحنا بنعتبره تعلق مرضي، خاصة لما يبدأ يعطل الطفل عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، يبدأ يعطل تقديره لذاته وما يخليه واثق بنفسه ويخليه دائما في حاجة للآخر، يعني ويشكل عنده خوف من الآخرين اللي بعيدا عن الشخص اللي هو متعلق فيه، وما عنده ثقة بأي شخص آخر غير هذا الشخص، حتى يفتقد لثقته بنفسه بدون وجود هذا الشخص. إذن هون بدأ يأثر على حياته تأثير سلبي. نعم. بدأ يأثر، ينتقص من تقديره لذاته. نعم. هون يبدأ التعلق. نعم. المرضي بالتأكيد. نعم. الأسباب اللي تخلي مثلا يوصل لمرحلة عدم الثقة والخوف، هذه الأمور اللي تكلمت عنها. لما يحكوا معي الأمهات بيبعتوا لي يعني إنه أنا مش قادرة أتخلص، مثلا ابني متعلق فيني زيادة. خاصة إمتى بيكتشفوا هذا الموضوع؟ لما يبدأ يروح على الروضة، يروح المدرسة أو الروضة. بالضبط، أول ما يروح على الروضة هون تبدأ المعركة وبتكتشف الأم أنه هي سببت مشكلة لطفلها بدون ما تحس. يعني عادة الأمهات تعلقهم بطفلهم وخوفهم عليهم، خوفهم على الطفل بيخليهم يعني يوصلوا الطفل لمرحلة التعلق بالأم بدون ما يحسوا. فبقول للأمهات دائما أنت خوفك لا تخليه يوصل لمرحلة مرضية. أيوة. لأنه بدون ما تحسي الطفل بيبدأ يفقد ثقته بنفسه. صحيح. بيبدأ خلص يعتمد عليك أني أنت كل شيء، وخارج إطارك أنت هو ما يقدر يعمل أي شيء، ما عنده أي قدرة على التعامل مع المواقف بعيدا عنها. فالأساس يعني كتير مهم أنه الأم هي اللي تأسس لطفل واثق بنفسه، طفل قادر على تحمل مسؤولية نفسه من البداية. جميل. أحيانا الأمهات من حبهم لأطفالهم بيتركوا هذا الحب يتحول إلى سيطرة على الطفل بدون ما يحسوا، أو التحكم بعد يعني. هو بالضبط، فبصير تحكم بالطفل، والطفل يعني لأنه ضعيف وصغير فلا شعوريا لا إراديا بتعلق بالأم. جميل. يعني تعلق الطفل سواء بالأم أو حتى الأقارب أو حتى يعني الجيران، أو حتى يمكن الولد يتعلق في خالته أو في أحد من أهله المقربين أو المقربين، يعني هذا التعلق كيف يأثر على شخصيته؟ كيف يأثر سلبا على حياته يعني بشكل عام؟ حيصير يرفض عدم وجودهم في حياته، حيصير خلص يعني هدول لازم يكونوا موجودين، حيصير ما في نظام في حياته. يعني أمس كلمتني أم، أتمنى تكون عم تسمعنا الآن، ابنها صف ثاني ابتدائي أتوقع، ومتعلق جدا بأولاد خالته، ومجرد ما يعني خلص تنتهي الزيارة بتصير تبدأ المأساة والنكد والبكاء، لأنه ما بده يتركهم. ليش؟ لأنه هو في البيت تقريبا هو وحيد مع أخته الصغيرة بس، فما عنده حد يلعب معه. فهون النقطة إنه ما في بديل،
فلازم نوجد بديل، لازم نوجد توازن ونضع قوانين. قلت لها حطي اتفاقيات وقوانين قبل ما تروح الزيارة. جميل. لازم تقنني الموضوع، تحط اتفاقيات، مش بعد ما تخلص الزيارة يعني نستنى يصير المشكلة ويصير البكاء. لا، قنني وعملي اتفاقيات. أول مرة حيبكي، ثاني مرة حيبكي، ثالث مرة حيتبرمج إنه ويتعود. في نظام لتواصلنا مع هذول الأشخاص. نعم. ذكرتي أستاذة أن يعني يمكن من بداية دخول الطفل في الروضة. نعم. يعني قبل دخول الطفل للروضة سن صغير، يعني سنتين يعني يمكن أو أقل. هو بدخل الروضة 4 سنوات. يعني متى يمدي يعني أن ممكن نخلي الطفل يعتمد على نفسه؟ حتى قبل الروضة في أمهات عاملات، يعني أطفالهم تكون بالحضانة. صح. فكل ما يعني كنت أنت بدأتي من البداية من عمر مبكر أنك تعطيه ثقة في نفسه وتخليه يبدأ يعيش مغامرة الاعتماد على النفس بأبسط الأمور، كل ما ساعدتيه يكون شخصية قوية. يعني عندي عموري ما شاء الله عمره 2 الآن، تفاجأوا فيه في الحضانة أنه بتقولي معتمد على نفسه بكل شيء. جميل. بيأكل، بيشرب، بيلبس حذاءه. أنا تعطي تأسيس من البداية. فهن متفاجئين في أنه يعني في أكبر منه، ما عندهمش هذا الاعتماد على النفس. يعني أستاذة تقصدين أن حتى لو كان سنة سنة ونص ممكن تركي. تعطينا مهام. نعم. ممكن تعطينا الاعتماد على نفسه بما يخصه، بإطار ما يخصه. يعني فعن جد بيعطيه ثقة بنفسه وبيقدر يتعامل مع أموره اللي تخصه لما تكوني أنت بعيدة. يعني نعم. الأمهات عادة لا، ما بيعرف ياكل أنا أطعمي، ما بيعرف يلبس أنا ألبسه. ليه ما تكتشف أن هذا الولد متعلق فيها بطريقة أنه حتى ما يقدر يسوي أي شيء من دونها؟ ماما أنا ما بعرف. هي جميل. أنا في هذه الحالة كيف ممكن نحن نتعامل مع الطفل إذا ما الأم ما أسست هذا الشيء من البداية، إذا ما علمته من البداية وطاحت في هذه المشكلة، شافت الولد أنه متعلق فيها بزيادة أو متعلق في أبوه مثلا بزيادة؟ نعم. فهنا كيف نحن نتعامل مع الطفل في هذه الحالة؟ هون لازم تبدأ الشجاعة، لازم يكون عندها شجاعة الأم. نعم. أنها تبدأ تعالج المشكلة، لأنه يعني في أمهات أوكي بتتدمر من المشكلة لكن ما عندها الشجاعة أنها تبدأ بالتغيير. لازم تكون في شجاعة، يعني قوي قلبك يعني. لا يعني إذا كان الأم قلبها ضعيف وحتضل خايفة على الطفل عمرها ما حتحقق أي إنجاز. أكيد. ولا حيتغير الوضع مع الطفل، فتكون شوي قوية، تقسى شوي على نفسها وما تضل خايفة، تعطيه دفعات وجرعات ثقة بالنفس. هون يعني لما تكون صارت المشكلة وتعلق حتواجه صعوبة أكبر، لأنه هو خلص متعلق. فحيبدأ يقاوم، حيبدأ يرفض الاستقلال وأنه هو يبعد. فكل ما تعاملنا مع الموضوع بهدوء، يعني مدوا جزر مدوا جزر، مش مرة واحدة نفصله بشويش، وصبر بعد. أيوة، وصبر هدوء. نتقبل، حيدخل في يعني حالة نفسية من الخوف والتوتر وبكى أنه ماما يعني بدأت تتركني، ماما مش عم تعمل لي أشيائي. ممكن يفسرها الولد ماما ما بطلت تحبني. فخيال الطفل واسع. كيف؟ فهون نبدأ لا يعني نعمل توازن، أتركه في أمور وبنفس الوقت أعطيه جرعات حب أنه لا أنا موجودة وبحبك، لكن لأني بحبك لازم أعلمك تثق بنفسك وتتحمل مسؤولية نفسك. مش موضوع أني أنا ما بحبك، فلازم نوصل هاي الفكرة للطفل. في عندنا شوية أمثال موجودة أو تجارب موجودة في مجتمعاتنا أن من كثر حرص الأم بالذات يعني على هذا الولد أو هذه البنت، يعني خاصة الواقع يكون أكبر شوي على الولد، يكون بيصير رجل يعني. فيكون معتمد اعتماد كلي على أمه، وأن أي شيء صار يرجع لمثلا هذا التأثير السلبي اللي يصير في المستقبل بالنسبة لهذا الطفل. يعني كيف ما نقدر اليوم احنا ما يخلينا يوصل لهذه المرحلة، من أن ممكن في عندنا تجارب أن بدأ الولد من كثر ما الأم خايفة عليه بدأ هو يستقوي عليها أصلا، يعني بدأ حتى يهمشها من حياته. هذا في مرحلة لما هو يبدأ يتأثر، يشوف في الخارج أصدقائه كيف شخصياتهم، ويحس أنه هو أقل تقديره لذاته، أقل منهم. فبيوصل لنقطة أنه السبب ماما. بيلاحظ سيطرتها، يعني بتوصل لما نتركها متواصلة مع السنوات ويوصل لسن كبير، بتوصل لسيطرة
بتصير خلص بتصير الأم تبرمجت إنه هي مسيطرة على كل شيء يخص الطفل، فلا شعوريا ولا إراديا بتصير تسيطر على حياته وتدخل لأمور تخصه وتتحكم فيها بدون ما ما تحس. فلما يحس بمقارنة يقارن بينه وبين أصدقائه إنه هو التقدير ولذاته أقل، فكأنه بيعاقب الأم على الشعور اللي هو واصله. مثل ما قلت في حالات بتنقلب وبصير يعاقب الأم بطريقة التمرد عليها وتقليل احترامها، زي بقولها أنت ليش خليتيني هيك. في حالات بتوصل يعني من تواصلي مع الأمهات، يعني لما يتزوج الرجل اللي هو كان طفل متعلق بأمه ووصل لمرحلة سيطرة أمه على حياته، يصبح زوج غير قادر على اتخاذ قرارات في حياته، غير مؤهل أنه يتعامل مع زوجة كرجل ناضج. تبقى نقطة الطفولة وحالة الهرب للأم عند كل مشكلة موجودة، ممكن يعني ما يقدر يتحمل هذه المسؤولية، يعني يشيل المسؤولية ويتخذ قرارات ممكن تكون ممكن توصل لانفصال ولا طلاق بسبب أنه فجأة بيحس نفسه أنا مسؤول عن عائلي ومسؤول عن أطفال، بينما هو محتاج من يعطيه ثقة دائما. هو يعني هو هلا صار رجل وأب، محتاج يعطيه ثقة لأطفاله واهتمام ومسؤولية، لكن في نفس الوقت هو مش قادر يعطي لأنه هو لسه محتاج. ما تحرر من تعلقه بالأم أو الأب. يعطيك الصحة والعافية أستاذة همسة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. نحن أكيد شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا لكم. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذة همسة يونس، محاضرة وكاتبة ومدربة تربوية، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا في فقرات صباح الشارقة، لكن بعد هذا الفاصل القصير تريونا.